وإلى يعني النشطاء النقابيين كيف يقرؤون هذا التعديل الوزاري. ينضم لنا دكتور هشام البستاني. دكتور هشام، مساء الخير. مساء النور. يعني بوصفك ناشطا سياسيا ونقابيا، كيف تبعت هذا التعديل الوزاري؟ يعني بصراحة هناك الكثير من المبالغات اللي غالبا ما تدور مع كل تعديل وزاري. يعني قد يظن أن الحكومات هي مصدر صناعة القرار السياسي في الأردن، هي التي يعني تضع الاستراتيجيات وهي التي تتحكم في تنفيذها. أنا بشوف أن التغيير الوزاري الحالي وكل التغييرات الوزارية التي سبقته يعني هي مجرد تغييرات شكلية على نهج ما زال مستمرا على ذات المسار منذ عام 1989 ولغاية اليوم. الأبرة الاقتصادية، يعني ضغط الحقوق، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد يعني نيوليبرالي رأسمالي بالكامل، عدم الاستثمار في القطاعات السيادية الأساسية مثل الطاقة، وعدم الاستثمار في مشاريع رأسمالية، والتحول الكامل نحو مشاريع خدمية. هذا البرنامج يقوم عليه أشخاص من الحكومات، صناعة القرار لا تتم، والتغييرات التي تحدث في الحكومات بصراحة لا تؤثر بشكل كبير، هي فقط للاستهلاك الإعلامي، هكذا أراها. يعني الأردن هو بلد ما عنده يعني مشاهير من الممثلين أو مشاهير من الرياضيين، فعند يعني الإشاعات يعني الأحاديث المتعلقة بهذا النوع من يعني من السياسيين، هو يعني خلينا نحكي الأحاديث اليومية التي يديرها المواطنين على شكل يعني أحداث هامة أو كذا، ولكنها في المحصلة النهائية بكل أسف يعني ليس هنا مربط الفرس فيما يتعلق بالتغييرات السياسية. ربما يكون بالنسبة لي التغيير الأبرز والأكثر مفاجأة على صعيد هذا التغيير الحكومي هو وزير الثقافة. يعني لأول مرة يأتي وزير ثقافة هو سفير أسبق لدى الكيان الصهيوني، مع العلم انه يعني قطاع الثقافه في الاردن هو قطاع كان دائما مقاوما للتطبيع، او يطرح نفسه على انه قطاع مقاوم للتطبيع، وهو يعني اخر الحصون المتعلقه بمقاومه التطبيع. فان ياتي سفير اسبق لدى الكيان الصهيوني ليستلم حقيبه وزاره الثقافه، اعتقد هذه واحده من المؤشرات الكبرى الكارثيه حول اين نذهب اليوم، وما هي رهانات السلطه اليوم فيما يتعلق بالكيان الصهيوني والعلاقة معه، على الرغم من كل الحديث الذي يدار حول يعني الانتهاكات الصهيونية، انتهاكات القدس وغيرها، ولكن يبدو أن المسار العملي هو بنفس الاتجاه وبنفس الخط. نعم، ولكن كان هناك حديث عن يعني ربما ملفات سياسية ستكون على طاولة الحكومة المقبلة، القوانين، تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب. يعني تعتقد أنه الآن هذه باتت ملفات مؤجلة بعد هذا التعديل؟ لا أعتقد ذلك. يعني خلال السنوات يعني خلال السنتين السابقتين ربما شهدنا أكبر هجمة حقيقية على مؤسسات العمل العام في الأردن، وأعني بذلك نقابة المعلمين بشكل خاص، ومن ثم ما يحصل اليوم مع حزب الشراكة والإنقاذ، وأيضا خلال السنوات السابقة ما حصل مع جماعة الإخوان المسلمين ومع حزب جبهة العمل الإسلامي. يعني كل هذه العناوين كانت تسير على قدم وساق باتجاه تفكيك القوى السياسية الحية والفاعلة. أيضا لا أغفل ما حصل مع الأحزاب التي نزلت للانتخابات وشاركت في الانتخابات ولم تقاطع الانتخابات، رأينا كيف يعني ماذا حصل من تعامل مع هذه الأحزاب. يعني الأحزاب القومية واليسارية خرجت يعني بأشبه ما يكون بفضيحة سياسية تتعلق بعدم وجود مش فقط أي تمثيل لها في البرلمان، ولكن أيضا يعني خسرت خسارة كبيرة حتى بعدد الأصوات. وما حصل مع كتلة الإصلاح اللي يعني تابعنا ما حصل من تضييقات عليها ويعني ضغوطات على أمر الشهية، بعضهم انسحب ويعني انخفض تمثيلهم حتى في البرلمان الحالي وخرج البرلمان الذي 19 يعني بهذا الشكل الهزيل يعني والذي لا علاقة له بالسياسة. أعتقد هذا برنامج يعني يسير على قدم وساق، لا يهم ما هي أشخاص الحكومات ولا حتى من هم الأفراد الذين يأتون ويخرجون. المهم أن هذا البرنامج بكل أسف ما زال مستمرا. تم إضعاف النقابات المهنية، اليوم النقابات المهنية خرجت من ساحة التأثير السياسي،
تم إضعاف الأحزاب السياسية وإلى حد كبير خرجت من دائرة التأثير السياسي، تم تصفية نقابة المعلمين، وتم تصفية أحد الأحزاب الفاعلة حزب الشراكة والإنقاذ، ويتم محاولة اليوم إسكاته وتصفيته، الحزب الوحيد الذي أعلن مقاطعة الانتخاب النيابي نتذكر ذلك. فكل هذا لا يؤشر أن هناك سيكون تحولات كبرى أو تحولات استراتيجية تلغي ما تم. كل هذا تم ضمن رئيس، يعني مع رئيس الوزراء السابق، مع رئيس الوزراء الذي سبقه، ويتم اليوم مع ضمن الأشخاص نفسهم اللي ما زالوا قائمين في هذه الحكومة. يعني وزيرة الطاقة ما زالت هي، وزير التنمية السياسية ما زال هو، وهكذا. هناك بعض التغييرات الشكلية، ولكن بالمحصلة النهائية الحكومة ليست هي من يصنع القرار الاستراتيجي. الحكومة كما نعرف بالأردن كلنا هي عبارة عن أداة تنفيذية لسياسات تصنع من خارجها، ولا يمكن بكل أسف أن يتم تعديل هذه إلا إذا تم تعديل الاستراتيجيات الكبرى التي تتحكم بصناعة القرار. نعم دكتور هشام البستاني الناشط النقابي والسياسي، شكرا جزيلا لك. هذا هو ملف الإصلاح السياسي، وهذه هي ملف التعديل الوزاري، هكذا تعودنا عليه دائما بشكل عام. يعني نحن لا ندرك ولا نعرف لماذا قد يغادر الوزير الفلاني، أو لماذا قد يأتي الوزير الفلاني، مع أنه الأصل أن تكون هذا، يعني هذا حق من حقوق الشعب. ومسألة استبدال الوزراء وتغييرهم دائما يجب أن ترتبط باستراتيجية، أنه كيف هذا التعديل يمكن أن يخدم القضايا الكبرى، القضايا الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، كيف يمكن أن تعمل هذه التعديلات الوزارية على حد